يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس وقد قرر علي شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه، فما هي الطريقة التي يراها فضيلتكم لتقريب ذلك للطلاب، وما الشرح المناسب الذي أرجع إليه؟ كتب المذهب، راجع كتب المذهب، راجع شرح المنتهى وشرح الكشاف، شرح الإقناع، راجعها تعينك على فهم مسائل شرح الزاد. نعم.